أهالي قضاء الميمونة في محافظة ميسان قاموا بإخلاء بيوتهم بالمشحوف، والمشحوف هو قارب خشبي صغير بسبب غياب الجهد الحكومي. فنشاهد. ورحت صار بي عمل وفوق بالماء غطيته اللي جاي. لا والله هذه والله العظيم البارح نايمين بالماء اللي جاي طق علينا البيت وما ندري بيه للصبح. هسه شنو واحنا الليل والنهار قاعدين قعده. المطلوب شنو؟ المطلوب تنصبون للخيمه وانقل بيها جهالي. حالتي ضعيفه وعندي سياره ادوات لا اشتغل بيها وقاعد وصاق صار اسبوع من جا الماي ولحد الان ولا عندي راتب. ليش اجر الخيمه هاي منين؟ ليها قافيه الخيمه من الدوله. العام الله على الدوله يعني بس خلي يجونا يمرون علينا. هسه الدوله حصلت منها بس خيمه. بس خيمه وقالوا عدس وقالوا فاصوليا وبطل زيت وبالف. ما هي بعد ما حد جاري ولا واحد مر علي. وينها الحكومه؟ وينها؟